بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدتي ومولاتي فاطمة أم البنين زيارة مني ونيابة عن والدي ووالدي والدي وعن إخوتي وأخواتي وزوجتي ودريتي وأهلي وأقربائي وأصدقائي وجيراني وعن جميع المؤمنين والمؤمنات حيهم وميتهم سيما من لم يذكرهم ذاكر وعن جميع من قلدني الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا زوجة وصي رسول الله، السلام عليك يا عزيزة الزهراء علي السلام، السلام عليك يا أم البدور السواطع فاطمة بنت حزام الكلابية الملقبة بأم البنين وباب الحوائج. أشهد الله ورسوله أنك جاءت في سبيل الله إذ ضحيت بأولادك دون الحسين ابن بنت رسول الله وعبدت الله مخلصة له الدين بولائك للأئمة المعصومين عليهم السلام وصبرت على تلك الرزية العظيمة واحتسبت ذلك عند الله رب العالمين وآزرت الإمام عليا في المحن والشدائد والمصائب
وكنت في قمة الطاعة والوفاء، وأنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة الكبرى في حفظ وديعتي الزغراء البتول الحسن والحسين، وبالغتي وآثرتي ورعيتي حجج الله الميامين، ورغبت في صلة أبناء رسول رب العالمين عارفة بحقهم، مؤمنة بصدقهم، مشفقة عليهم، مؤثرة هواهم وحبهم على أولادك السعداء، فسلام الله عليك يا سيدتي يا أم البنين، ما دجى الليل وغساق وأضاء النهار وأشراق، وسقاك الله من رحيق مختوم يوم لا ينفع مال ولا بنون، فصرت قدوة للمؤمنات الصالحات، لأنك كريمة الأخلاق، عالمة معلمة، نقية زكية، فرضي الله عنك وأرضاك، ولقد أعطاك الله من الكرامات الباهرات حتى أصبحت بطاعتك لله ولوصي الأوصياء، وحبك لسيدة النساء الزغراء، وفدائك أولادك الأربعة لسيد الشهداء بابا الحوائج، فاشفعي لي عند الله بغفران ذنوبي وكشف ضري وقضاء حوائجي، فإن لك عند الله شأنا وجاها محمودا. والسلام على أولادك الشهداء العباس قمر بني هاشم وباب الحوائج، وعبد الله وعثمان وجعفر الذين استشهدوا في نصرة الحسين بكربلاء، والسلام على ابنتك الدرة الزاهرة الطاهرة الرضية خديجة، فجزاك الله وجزاهم الله
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.